بونجور مامان، اخدي مجدك بلعب الورق بغياب بابا. مين قال لك عم بلعب ورق؟ امبارح نمت كنت بعد ما سربتي. كنا معزومين على التياتر. انتخ نو، ما كملتوا بعدين وعملتوا بختيه عند سلمى؟ انا ما صدقت ارتحت من بيك، طلعت لي انت؟ انا قلت هالقعده فوق في سبب من وراها. مختلفين؟ كيفه؟ مرتاح فوق. قال مش نازل الا على قصر الامير يسلم على فرح وريم وعمر ورجع طالع على الضيعه. هيك لكان. المهم هاتك ناسي انه بدي اتجوز بعد شهر. عم جرب انسى. واخرتها؟ اي متى رح تقبل الامر الواقع وتبلش تحضري لي العرسه؟ بدك تتجوز على ذوقك؟ حضر عرس على ذوقك. شو عم بتقولي لي؟ ما بدك تحضري لي عرسه؟ ويمكن ما احضره كمان. وبصراحه هيدا هو سبب خلافي مع بيك وطلعته على الضيعه. مش لعب الورق. قلتي له لبابا انه ما بدك تحضري عرس رجا؟ قلت له ما بدي شراويل بعرس ابني. انه شو يعني؟ كفرت؟ هو معك حق، منظره مش كتير حلو، بس شو بدنا نعمل؟ ما بيقولوا بكل عرس في قرص؟ هني رح يكون القرص. بس ماما ما تعتلي هم، رح طبق المختار يلبس بنطلون. ضروري نعزمون؟ معقول ما تعزم عمومتها واخوالها واهل ضيعتها؟ مش عم صدق، مش عم بقدر صدق انه ابني يطلع ذوقه هيك، انت بالذات يطلع ذوقك هيك، وبلس جايبها تقعدها هون عندي بالبيت؟ نونو نونو لا ما بقدر، ما بقدر احضر لك عرسك. اذا عم بتحطيني تحت ضغط رح تعملي عداوه بيني وبينك للابد وما رح ترجع تشوفي صوره وجه بحياتي.